كثير من العوائل السعودية تعشق لعبة سلايم، وخاصة الأطفال الصغار، والعوائل أصبحت تصنعها في المنزل بعد ما قامت مدينة الملك فهد الطبية بتصريح في وسائل الإعلام عن تسمم عدة أطفال بسبب هذه العجينة. برنامج سيدتي يستضيف اليوم الاستشارية في علم السموم الدكتورة نجلة خوجة لتعرفنا على المزيد من هذه المعلومات المتعلقة بهذه اللعبة. حياك الله دكتورة. مساء الخير. مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا. دكتورة، يعني الموضوع أبدا مو سهل، كثير حين من الأطفال اللي صاروا يصنعون هذه العجينة في المنزل وهي من المواد السامة الخطرة. أول شيء كلمينا عن مكونات هذه المادة. صحيح، هي المشكلة مش في العجينة نفسها أكثر ما هي أنه الأطفال صاروا يشتروا المواد الخام ويجيبوها المنزل ويصنعوا العجينة. نعم. عرفت كيف؟ فهي إذا كان مثلا في أمهات سألونا قبل كده أنه طب هل هو الصلصال أو السلايم الجاهز ممكن نشتريه، ممكن، هذه ما فيها مشكلة. المشكلة أنه لما انتشرت طريقة عملها في المنزل كانت التثقيف كان كالتالي، أنه أنتوا تجيبوا بودرة وصمغ. فالأطفال راحوا يدوروا البودرة البيضة وتواجدت على شكل بوريك أسيد اللي هو حمض البوريك، متعارف عليه البودرة القاتلة للصراصير. طب يا دكتورة كيف يعني تباع هذه البودرة كذا بهالطريقة هذه؟ هي البودرة أصلا موجودة كمادة خامة في الصيدليات وفي بعض الأماكن المصرح بيعها لأنها هي مادة خام. هي أصلا المادة يعني حتى لو شفتي عليها تركيز بوريك أسيد 100%، تركيز يعني مركز جدا، وبعدين ما عليها إرشادات استهلاك. عرفتي؟ نعم. يعني هي أصلا ما نزلت السوق عشان تباع للعامة أو للأطفال، هي نزلت لأغراض تانية، يعني ممكن المعامل، ممكن المصانع يشتروها. نعم، بس المعامل والمصانع يشتروها من الصيدليات، معقول دكتورة؟ يعني نعم، يعني ممكن من الصيدليات، ممكن من المراكز اللي هي بيع المستلزمات الطبية وغيرها، لأن هي مادة كيميائية. جميل. هي تحت لائحة المواد الكيميائية. هل لمس هذه المادة هو سام أم أنه إذا تذوق وهو السم؟ طبعا هي السمية يعني يختلف، هي درجات. نعم. عرفت كيف؟ وعلى حسب عمر الطفل، على حسب كمية المادة، كمية المادة المستخدمة من حمض البوريك. حالات التسمم اللي حصلت كانت هل تحدث في ملامسة؟ ممكن، بدرجات، بمعنى أنه ممكن الأم تلاحظ على ولدها احمرار في اليد، تهيج، ممكن حكة، هذه كلها علامات مبدئية للتسمم. عرفت كيف؟ ففي في في حالات كمان ممكن حصلت استنشاق البودرة نفسها، ممكن تسبب إلى سمية، تسارع ضربات القلب، ممكن تعمل غثيان، ممكن تجي للعين، فهذه كلها يعني علامات مبدئية للتسمم. الأطفال الصغار بس اللي ممكن يتعرضوا للتسمم أم أنه الكبار ممكن أيضا يتعرضوا لها؟ هي أي مادة كيميائية تستخدم بطريقة غلط ممكن تأثر على الكبار والصغار. جميل. طيب دكتور، لا سمح الله صار التسمم للطفل، وش الخطوات والإجراءات اللي لازم تتخذها الأم؟ عادة على حسب الكمية وحسب نوع التسمم، بمعنى إذا كان مثلا بلع المادة، إحنا دائما نقول في حالة البلع في أي مادة كيميائية التوجه إلى أقرب طوارئ. جميل. إذا كان مثلا في حالة استنشاق، فهي الأم تحاول أنها هي تلاحظ طفلها، هل هو مثلا استنشاق كثير لمادة أو كمية كبيرة، هل بدأ صار عنده مثلا دوخة، غثيان، تسارع ضربات القلب، ممكن أنها تروح للطوارئ. إذا كان لا، شيء خفيف، ممكن أنها بس احمرار حكة، أيوة، تخليها ممكن تعمل مثلا الاحمرار، دائما نقول غسل يدين بالماء والصابون. إذا جات للعين ممكن تغسل العين بالموية فقط. ممكن إذا كانت اختناق ممكن تأخذه لغرفة تانية ما فيها هذه المادة، تهوية الغرفة، استنشاق الهواء النقي، هذه كلها تساعد كإسعافات أولية. وبعدين هي تقرر، يعني هي تشوف على حسب الكمية اللي أخذها، على حسب مثلا الأعراض اللي ظهرت عليه، هل ممكن تروح تشوف مساعدة طبية أو لا. لا سامح الله إذا كان الطفل عنده ربو واستنشق هذه المادة، طبعا لازم على طول الإسعاف. هي كمادة كيميائية وكمادة هي نوعها نوع باودر، أكيد حتأثر على الإنسان لما يكون عنده مرض قبل كده يعني. طيب دكتورة نجلة، وش المواد السامة الموجودة في منازلنا وإحنا مو منتبهين لها أنها سامة؟ إحنا عندنا هي عموما في المنزل الموجود المبيدات الحشرية، ممكن نتكلم عنها، ممكن نتكلم عن منظفات المبيدات الحشرية، هذه كلها مواد هي ما تسمى سامة، بس إذا استخدمت استخدام خاطئ تعتبر سامة. عرفت كيف؟ يعني هي ما هي مواد مثلا نقول إن هي محرمة دوليا أو إنها هي ما هي للاستخدام العام، لا، هي موجودة زي المنظفات، زي المبيدات الحشرية اللي بناخذها من أماكن السوبر ماركت والأشياء المتعارف عليها. هذه كلها إذا استخدمت استخدام خاطئ ممكن تؤدي إلى سمية، بحيث مثلا
المنظفات ممكن إذا انخلطت مع بعض بطريقة معينة ممكن يطلع عنها تصاعد أبخرة، أبخرة هذه تكون سامة. ممكن إذا مثلا حطينا المستحضرات التنظيف في عبوات غير عبواتها، جاء الطفل وابتلعها، إذا هنا سوت سمية، لكن هي كحد ذاتها ما تصنف إنها مادة سامة. لو عندنا منتج ضروري أن نستخدمه، كيف ممكن نحتاط من استخدامه إذا كان في مواد سامة؟ هل في تركيبة معينة لازم إحنا نحتاط منها دائما؟ يعني كيف نعرفها مكتوبة برا أو أن نسأل؟ ممتاز. هي مثلا لو تكلمنا، لو حصرنا هذا السؤال على المبيدات الحشرية، المبيدات الحشرية قسمين، في الأقسام اللي هي مصرح للبيع في العامة حتلاقيها تباع برقم سجل تجاري مصرح من 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 الجهات الخاصة، وفيها إرشادات عامة بحيث يعني مكتوب مثلا يجب هذا المستحضر أن يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. عرفتي كيف؟ هذه الأشياء ممكن تستخدميها، نستخدمها بطريقة صحيحة. لكن الأشياء اللي صنعت لاستخدام المصانع والمزارع مثلا في مواد ما تنفع لاستخدام الآدمي أو استخدام الإنسان، كيف تستخدم الحيوانات، المزارع، العلاج مثلا، المحاصيل الزراعية، هذه المفروض نحن نبتعد عنها. من خلال خبرتك دكتورة ومشوارك الطويل في علم الطب وعلم المواد السامة الكيماوية، إيش ممكن المرأة أو سواء كانت أم أو أب، أكثر الأخطاء اللي ممكن يرتكبونها في حالات التسمم؟ هي يعني اللي لاحظنا عليه، وعادة احنا في 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 مركز السموم في مدينة الملك فهد الطبية بنعمل برامج توعية على شيء معين اللي هو يعني إرشادات حفظ الأدوية، بحيث انه الأدوية المنظفات المبيدات الحشرية لازم تكون أصلا بعيدة عن متناول الأطفال. ومنها تيجي منطلق السلايم، انه انت كيف ممكن تخلي في ايد طفلك بودرة او مثلا او شيء إضار انه هو يلعب فيه، عرفت كيف؟ فهو كل الفكرة انها الإرشادات الوقائية. فخلينا دائما نقول للأمهات انه مثلا تحفظيها في حفظ الأدوية في العبوات الأساسية، تكون بعيدة عن متناول الأطفال. تثقيف ممكن الطفل انه هذه الأشياء مواد سامة، ما تستخدمها، ما تبلعها، ما تجرب انك تحطها في فمك. فهي كلها تثقيفية. نعم. يعني الترشيد او ترشيد الاستهلاك جدا ضروري في هذه الأشياء عشان نمنع حالات التسمم. جميل. قلت في بداية الحوار دكتورة بأنه لعبة سلايم الخطورة في أنك أنت تسوي التركيبة في المنزل، أكيد في أشياء بديلة في المنزل آمنة ممكن الواحد يعني يصنع هذه اللعبة وهو قاعد في بيته بس بأشياء آمنة، وش هي الأشياء البودرة الآمنة اللي لازم يستخدمونها؟ هي يعني هي أنا سألت السؤال هذا قبل كده وكنت يعني كان عندي تحفظ على حاجة واحدة، أنه ممكن نقول أنه مساحيق مثلا المنتجات اللي هي المساحيق الغسيل ممكن تكون تعمل العجينة في الأخير، بس هي في الأخير برضها مادة كيميائية. نعم. عرفت كيف؟ قد لا تكون سامة لكن إنها هي في الأخير هي مادة كيميائية. فهل نبغى إحنا أطفالنا مثلا يكون عندهم هذه العادة إنهم يستخدموا المواد الكيميائية والمنظفات والمبيدات الحشرية إنهم يستخدموا فيها ألعاب؟ أتوقع إنه هذا من هذا المنطلق المفروض إنه إحنا يعني نوقف هذا الشيء. هذه شغلة ثانية بالنسبة للملونات، اللون الأصفر والأزرق والأحمر والأخضر، هذه الألوان اللي كتير حلوة والأطفال يرغبوا لها. أيوة. كمان هذه من المواد السامة؟ لا، الألوان إضافات، يعني ما حتكون هي سامة، هي مشكلتنا في البوريك أسيد. أيوة. التركيب أو البودرة اللي هي تدخل في تركيب المبيدات الحشرية. يعني إحنا نفهم من كلامك أنه ممنوع منع بات تشكيلة العجينة في المنزل، ناخذها جاهزة وخلص وانتهينا. يس. وقضينا. نصيحتك للأباء والأمهات دكتورة الأخيرة؟ عادة هو الرقابة، يعني هي اللعبة هذه وغيرها ما انتشرت من وسائل التواصل الاجتماعي، كيف فيكون في مثلا توعية، رقابة في المدارس، إرشادات أنه لا مثلا هذه تكون خطرة، قد تسبب مثلا ما سم يعني الحاله اللي جاتنا مثلا ما سببت لنفس الولد الكبير اللي بيلعب فيها مشكله الاطفال الصغار. دكتور المشكله انه الواحد الطفل هو مثلا ممكن يصنعها برا في مدرسه او مع عيال الجيران، يعني مو لازم يكون الموضوع في البيت بس. صح. وانا وصلنا انه الان بيبيعوها في المدارس، يعني في ممكن احد يسويها ويروح يبيعها في المدرسه. عرفت كيف؟ فصاروا يتنافسوا مثلا في الكميه، في اللون، في الاضافات.
هي بس التثقيف، الإرشادات ممكن يستبدلوها بعجينة ثانية، يستبدلوها بلعبة ثانية، بس يبعدوا عن البوريك أسد. نعم، والرقابة أيضا في المدارس. شكرا لك يا دكتورة نجلة على وجودك معنا. أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية على المعلومات القيمة. يعطيك العافية. أهلا، شكرا لوجودك. مثل ما شفتوا مشاهدينا، كانت معنا الدكتورة نجلة خوجة، استشارية علم السموم ورئيسة قسم التشغيل تشغيل السموم الإكلينيكي بمدينة الملك فهد الطبية. مستمرين معاكم مشاهدينا، لكن بعد الفاصل خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، سماذة الجهني فنانة ورسامة وعازفة البيانو في ضيافة سيدتي.